حول ذلك ينضم إلينا الآن المحامي مروان أبو فريح، مركز فرع مركز عدالة الحقوق في النقب والباحث الميداني. سيد أبو فريح، أهلا بك. في البداية، كيف تنظرون لتسارع التطورات فيما يتعلق برأس جرابة ومحاولات إسرائيل للتهجير القصر للأهالي؟ مساء الخير أخي أمير ولجميع المشاهدين والمستمعين. يعني السياسة الإسرائيلية واضحة منذ عشرات السنين، تحاول السلطات الإسرائيلية بمختلف الحكومات أن تحصر أكبر عدد ممكن من عرب النقب في قرى والبلدان العربية هنا. يعني هذه السياسة أيضا هنا اليوم في رأس جرابة، حيث يواجه نحو 500 شخص أهالي قرية رأس جرابة كاملة خطر التهجير، حيث تنوي السلطات الإسرائيلية عمليا تهجيرهم إلى قرى أخرى وتطوير مساحة وديمونة لعمليا توطين يهود على أراضيهم. يعني اليوم بدأنا عمليا المداولات القانونية المركزية في هذا الملف، حيث استمع صباح اليوم يعني لشهادات المختصين ولشهادات أهالي القرية، ومن ثم غدا يعني هناك شهادات أخرى، نحو 20 من أهالي القرية سوف يحضرون إلى المحكمة لاستماع في شهاداتهم خلال النهار. ما مدى تعويلكم ربما أو تعويلكم عفوا على هذا المسار القضائي؟ يعني هذا المسار وجناه ونواجهه، كما حصل أيضا مع قرية أم الحيران. يعني كان المسار القانوني نحو 15 عام من مختلف المحاكم الإسرائيلية، من محكمة الصلح إلى المركزية، وهناك عدة التماسات أمام المحكمة العليا في القدس. يعني نحن كلنا نعلم أن القضاء الإسرائيلي لا يمكن التعويل عليه، خاصة مع كل مع كيف ينظر إلى الادعاءات الملكية أو ما يسمى الادعاءات الملكية التي لم تبت فيها السلطات الإسرائيلية منذ يعني السبعينات وحتى اليوم. ونحن مع أهالي القرية نحاول من خلال هذا المسار أولا أن ندافع عن حقهم وعمليا إمكانيات صمودهم وبقائهم على أراضيهم بحياة كريمة مع كامل الخدمات. إسرائيل تحاول اليوم عمليا ضغطهم بكل السبل، يعني من خلال عمليات الهدم والشح في الخدمات، ومن خلال مفاوضات تحت الضغط، يعني نعم. تبعث بدعاوي الإخلاء ثم تأتي بحل أحادي جانب، هذا ما نعرض عليكم. ومن ضمن هذه الحلول أن يعني يتم تهجير أهالي القرية إلى مناطق وقرى أخرى على أراضي هناك ادعاءات ملكية عليها من قبل عشائر أخرى. يعني تنوي عمليا فتح أبواب وفتح خلافات ونزاعات داخل العشائر، كي يعني عمليا تدخلنا في دوامات العنف والجريمة، وهذه يعني ما تقوم عليه السلطات الإسرائيلية منذ عشرات السنوات. أستاذ أبو فريح، فقط لتوضيح هذه النقطة، الحل الأحادي الذي تطرحه السلطات الإسرائيلية ويقتصر على الانتقال أو نقل السكان إلى تجمعات سكانية بدوية، أم أن هناك ربما مناطق أخرى موجودة على الطاولة؟ يعني السلطات الإسرائيلية لم تقدم إلا حل أحادي الجانب، دائما كما حال في رأس جرابة، كما والحال في قرى التي هي يعني تواجه خطر التهجير. هنا في رأس جرابة قدمت عمليا حسب ما جاء عن أهالي القرية واللجنة المحلية حل أحادي الجانب في قرية قصر السر، يعني قرية تم اعتراف بها قبل حوالي 20 سنة، ولكن حين ندخل هذه القرية نرى بأن هذه القرية يعني حتى اليوم تفتقر للخدمات والشوارع، وحتى لم يصدر هناك أي ترخيص بناء منذ 20 عام، ولا حتى خدمات مجاري. وبالتالي تطرح حل أحادي الجانب حتى اليوم هو نقل وفقط نقل الأهالي، وكما يعني وردنا وسمعنا من أو عن لسان رئيس بلدية ديمونة، هو لا يريد أهالي رأس جرابة هنا، هو يريد أن يطور هذه المنطقة كي يوطن عمليا
يهود عليها، وسمعنا ذلك قبل أشهر خلال يعني نشرات الأخبار أنه كان على حدود أوكرانيا يبحث عن استقطاب الأوكرانيين لديمونا، وهو على استعداد كامل لتوطينهم هنا. وهذه هي الاستراتيجية والسياسة الواضحة عمليا، توطين أقل عدد ممكن من اليهود على أكبر رقعة ممكنة من الأرض، وهذه هي ديمونا. ديمونا هي أكبر مدينة يهودية إسرائيلية، وفي كل إسرائيل ديمونا هي الأكبر من حيث المساحة الجغرافية، أكثر من 170 ألف دونم، يسكنها نحو 36 ألف يهودي، ويبحثون اليوم عن تهجير هذه القرية لتوطين يهود على أنقاضها. فقط لاستيضاح ربما وتغطية النقطة المتعلقة بالمسار القضائي، سيد أبو فريح، ما المعايير التي ينظر إليها القضاء الإسرائيلي في قضايا من هذا النوع، وكثيرة هي هذه القضايا؟ يعني أرى أن ما يجري هذه الأيام في محكمة الصلح هو عمليا النظرة الإدارية للمسار القانوني. يعني لا أتوقع أن أو لا نبني أمال أن محكمة الصلح ترى هنا يعني أو تنظر إلى المسار القانوني بملكية الأهالي على أراضيهم أو حقهم الكريم في المسكن والعيش على أراضيهم، وإنما هي تنظر إلى المسار القانوني حاليا بمنظور إداري. بماذا يقول هذا المنظور؟ هل عمليا هذه الإخبارات وصلت وفق القانون؟ هل هناك عمليا بناء غير قانوني وما إلى ذلك؟ ونرى أيضا يعني أن يمكن أن نقول أن هذه أول مرحلة من المراحل في المسار القانوني. هناك أيضا مسار طويل، وكما نقول النفس طويل، ونحن يعني لا نعول، ولكن نحن مع الأهالي ونساندهم لصمودهم هنا على أراضيهم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر المحامي مروان أبو فريح، مركز فرع مركز عدالة الحقوقي في منطقة النقب والباحث الميداني.